ينضم إلينا من برلين مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق. ماذا يعني هذا التقرير الذي أوفدته رويترز؟ وهل هي تخلت عن الاتفاق بزيادة الإنفاق من الناتج المحلي لدعم أنشطة أنيتو؟ ماذا تعني هذه التفاصيل عربي؟ بالتأكيد هذه التفصيلة تحديدا تم تسريبها بالأمس من اجتماع مجلس الوزراء الألماني مع المستشار الألماني أولاف شولز إلى وكالة رويترز بالفعل كأول وكالة نشرت هذا الخبر بعد التسريب الذي تم خلال هذا الاجتماع. المعلومات التي خرجت حتى هذه اللحظة أن بالفعل مجلس الوزراء الألماني رفض مقترح وزير الدفاع الألماني. وزير الدفاع الألماني هو الذي كان يريد أن يلزم الحكومة الألمانية قانونيا في ميزانية العام القادم 2024 بضرورة أن تنفق ألمانيا 2% من الناتج المحلي على الصناعات الدفاعية وعلى الجيش الألماني لتحقيق هدف النيتو. وهو أيضا ما وعد به المستشار الألماني أولاف شولز وقال نحن سنلتزم، وقال هذا بعد قمة النيتو في ليتوانيا الماضية، قال أننا سنلتزم في العام المقبل بتخصيص 2%. ولكن وزير المالية ووزارة الخارجية الألمانية أيضا وبعض الوزراء الآخرين رفضوا هذا الأمر ارتفاع هذا المبلغ 2% حسب وزارة المالية الألمانية في ميزانية العام القادم 2024 ستكون حوالي الناتج المحلي الألماني 4.2 تريليون يورو. وإذا رأت الحكومة الفدرالية تحقيق هدف النيتو بنسبة 2% يجب أن تخصص الحكومة الألمانية العام القادم 84 مليار يورو لتخصيصهم للجيش الألماني. وهذا الرقم هو مرتفع بشكل كبير جدا. الجيش الألماني خلال هذا العام يعني يملك فقط 50 مليار يورو لصرفهم على تجهيزات الجيش الألماني، ولكن مبلغ 84 مليار يورو العام المقبل ده وزارة الدفاع الألمانية وحلف النيتو هو كبير جدا للحكومة الألمانية. والسبب هو تضخم، ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الأسلحة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار عالميا وما إذا ذلك. لذلك الحكومة الألمانية غير قادرة العام المقبل على هذا الأمر. من المفترض عربي أن تقدم كل دولة من الناتج المحلي السنوي نسبة 2% لحلف النيتو والأنشطة العسكرية، الآن تحويلها إلى 5 سنوات. ماذا يعني سريعا هذا الأمر؟ معنى أنها ستقدم هذه النسبة بدلا من سنة واحدة على مدار 5 سنوات؟ بالتأكيد الحكومة الألمانية ستحاول. الجيش الألماني لديه الآن 50 مليار يورو سنويا يتم صرفهم على الجيش الألماني، ويريدون رفع هذه النسبة إلى 2% تقريبا كما تحدثنا 84 مليار. خلال 5 سنوات سيرتفع هذا الرقم، بدأ من 50 مليار سنويا سيرتفع إلى 55 و60 و65 حتى يصل إلى رقم 85 مليار يورو سنويا للجيش الألماني. سنويا سيتم رفع هذا الرقم حتى يصل إلى 2% بمقدار ربما 2 مليار لثلاثة مليارات يورو سنويا. ورغم ذلك هو رقم مرتفع بشكل كبير جدا، وحتى هناك شك أن تصل إلى ألمانيا خلال 5 سنوات. أشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين. شكرا جزيلا لك.